السلام عليكم. جالي تعليق عبقري بصراحة، أنا مش قادر أديله وصف غير كده. تعالوا كده مع بعض نقرأ التعليق العبقري ده، ركزوا كده معايا. الصاحب التعليق اسمه ملك الورد. أنا مش عارف ملك الورد دي بنت ولا ولد، بس يعني الصورة كده والقلب والحاجات دي المفروض إنها بنت، فهي عبقرية الصراحة. بصوا بقى، ممكن تتكلم عن التناقضات في علم الفراسة، يعني مثلا لو اجتمعت صفة الجبن والشجاعة في الوجه كيف تكون الشخصية؟ هل هذا ممكن يخلي الإنسان يكون مريض نفسي أو مزاجي؟ مثلا لو كان الشخص عيون صغيرة يعني شخصية حذرة، وفم كبير يعني بيتكلم كتير أو بيتكلم من قلبه أكتر من ما بيتكلم من عقله يعني، فكيف يكون حذر ويتكلم كثير؟ ما هو الإنسان، أكيد يقصد يعني ماشي، ما هو الإنسان الحذر لا يتكلم كثير من الأساس. ممكن حضرتك توضح؟ لأن هذا الشيء عامل لي لخبطة. بعد كده حمدي يا ريت فعلا. هبة فعلا أنا برضو سألت نفسي السؤال ده، لأن شفت عيون ضيقة جدا ومسافة متباعدة بين العينين، بس أعتقد التناقض ده مش حلو من وجهة نظري. بالنسبة للحالة الثانية، هو يقصد هيبقى يتكلم كتير في الحذر، بس الحذر عنده مرتبط بمواقف محددة، مثلا مع رئيس عمله، مع ناس يحترمها وماشي. ممكن مريم دي. وبعد كده مريم تاني، بالعكس متسامح جدا وحذر، اين التناقض؟ اه هي بتتكلم في، كانت هبة قالت شفت حد عينيه ضيقة وبعيد عن بعض، فعلا هو حذر ومتسامح، دي ما فيهاش حاجة. اولا اشكرك على ردك. ثانيا هبه بقى بترد عليها، من ضمن مواصفات العين الضيقه وجود صفه الانتقام. لا يا هبه، العين الضيقه ملهاش اي علاقه بالانتقام. صفه الانتقام لما يكون مثلث هنا وهنا يا هبه، في مثلث هنا وهنا، والمثلث ده جزء مدبب. يعني مثلا هتلاقي الوجه المربع مستطيل معين زي امبر هيرد مثلا، اللي هي الفيلم اللي حصل بينها وبين جوني ديب. على فكره لسه صح شايف فيديو من شويه، جوني ديب فاز القضيه الحمد لله. هنبقى نتكلم برضو في الحته دي في نفس الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي. الوجوه اللي هي المربع مستطيل معين هتلاقي دايما العين بتاعتها مثلث، لان النوع ده من الناس بيكون كثير الانتقام. لكن مثلا الوجه المعين، الوجه المعين بيفضي اللي جواه بسرعه، فاهمين الفكره؟ فالنوع ده من الناس ما بيكونش عنده الانتقام، مش محتاج اصلا للانتقام، هو يعني بيخلص بدري بدري. طيب بعد كده، فهيبقى اولا شكرك رد. ثانيا ضمن مواصفات العين الضيقه وجود صفه الانتقام، فكيف انتقام مع تسامح؟ خلاص تمام يا هبه، يبقى العين الضيقه ما لهاش اي علاقه بالانتقام، بالعكس الشخص الحذر لما يكون عنده انتقام يعني عنده مثلث، فهو بينتقم بس بيكون حذر في طريقه الانتقام، انه ما يضرش مثلا. مثلا فرضا ان انا في حد عايز انتقم منه، فلو انا عينيا واسعه فالانتقام عندي هنا صريح، ممكن في فيديو اتكلم عليه. لو انا عينيا ضيقه فانا شخص حذر، لو اتكلمت هنا وانتقمت من الشخص ده في فيديو على مرأة ومسمع قدام الناس، هنا مش ممكن يقولوا عليا مثلا انه وحش وغلط وبتاع كده، فلا يبقى انا مش هعمل كده. ده لو عينيا ضيقه حذر، لو عينيا واسعه ينفع جدا ان انا اعمل كده. طبعا في اعتبارات تانية زي مثلا ايه، يعني كان في النهارده حد كلمني، خلاص احنا مش محتاجين التعليقات، هرد عليكم انا دلوقتي. بس مثلا كان في حد كلمني قال لي مثلا لو راجل دلو مقلوب واتجوز ست دلو مقلوب، الدلو المقلوب اللي هو بيكون عنده الفك عريض، النوع ده من الناس بيكون مسيطر جدا، ينفع يتجوزوا مع بعض او الحياه بينهم هتكون عامله ازاي؟ لا طبعا الحياه بينهم مش هتنفع اطلاقا، هما الاثنين عايزين يسيطروا وعندهم قدره على السيطره، فهتحصل مشاكل رهيبه ومش هيكملوا مع بعض. لكن ممكن تلاقي شخص دلو مقلوب ومتجوز واحده دلو مقلوب والحياه بينهم سعيده جدا، ده ينفع؟ ينفع، بس هنا في ظروف معينه. وليكن مثلا ممثل وممثله وقرروا او خططوا ان احنا لو اتجوزنا في وضع معين هيحصل، الوضع ده هيخلينا احنا الاثنين نتشهر واحنا الاثنين نكسب فلوس مثلا، اي حاجه بقى. فهنا التخطيط بتاعهم هو اللي اجبرهم ان هما الاثنين يتجوزوا بعض، دي حاله مختلفه. لكن هما عايشين مع بعض سعداء؟ لا. لكن قدام الناس اه هتلاقي في، احنا هنبقى شايفينهم سعداء جدا، لكن هما في قلب بعضيهم لا مفيش سعاده ولا حاجه. فانا لو شفت اتنين زي كده، الناس كلها بتقول على فكره الاثنين دول عايشين حياه سعيده جدا، انا كراجل محلل فراسه هقول لك الكلام ده مش مظبوط. الاثنين دول لو سعداء فعلا قدام الناس، لا ده بسبب ان في حاجة معينة هم عايزين يوصلوا لها بالجوازة، جوازة مصلحة يعني من الاخر يعني. طيب خلينا نرد بقى على التساؤل الرهيب ده. لو في صفات او سمات في الوجه
بتدل على صفات عكس بعض، ده ممكن يكون معناه ايه؟ في حاجات تدل ان الشخص ده مريض نفسي، بمعنى والمقصود بكلمة مريض نفسي ان طريقة تفكيره مش منطقية، مش منطقية لأي حد. يعني مثلا لو انا دلوقتي عناية ضيقة جدا، فبالتالي انا شخص حذر جدا، الفم بتاعي كبير خالص، الشفايف اللي هنا دي كبيرة جدا، الشخص ده بيتكلم كتير وبيتكلم من قلبه، طب ازاي حذر وهو بيعمل كده؟ ده كلام مش منطقي. فهتلاقي الشخص ده بيغلط، بيحذر جدا جدا وفجأة يتكلم انا ليه عملت كده وهكذا. الحكاية دي هتعمله تأنيب ضمير عالي جدا، فده ممكن يعمله مشاكل نفسية كتير، وخصوصا لو كانت الجبهة بتاعته عريضة بتاع ده طويلة. سيبك من مثقف والكلام ده، الفكرة ان الشخص ده بيفكر كتير، لو كانت الودان بتاعته مش راجعة لورا في النص مثلا، هنا كتلة الراس ورا كبيرة، فالنوع ده بيفكر في الماضي كتير، فهيقعد يفكر في السلبيات اللي هو كشخص حذر ما كانش حذر وهو بيتكلم فيها. ده طبعا هيعمله مشاكل رهيبة جدا، والشخص ده المفروض ان هو يصنف مريض نفسي، وهو من جواه اصلا هيبقى عنده مشاكل كتير قوي. ففي صفات او سمات في الوجه ممكن تدل ان الشخص فعلا نقدر نستنتج انه مريض نفسي، لكن في سمات ممكن تكون عكس بعض تنفع. بمعنى ايه؟ في نقطة مهمة لازم ناخد لبالنا منها، السمة اللي احنا بنرصدها دي وبناء عليها بنقول الصفة موجودة في انهي منطقة في الوجه؟ احنا اتفقنا منطقة دي اللي هي التفكير، منطقة دي اللي هي المشاعر، المنطقة دي اللي هي الحركة او التلقائية. فمثلا لو انتوا عارفين الوجه اللي هو واخد شكل كوس، اللي هو مثلا زي كده، الشخص ده متسرع عموما. طيب تعالوا نقسم الوجه ده نصين، يعني من فوق متسرع، متسرع اهو قوس، جبهة بتاعته مايلة جدا، ومن تحت هنا الوجه بتاعه يعتبر مقعر، يعني الفم داخل لجوه والدقن طالعة لبره. الشخص ده بطيء في التنفيذ، طيب وهنا سريع في التفكير، يعني بيفكر وبياخد القرارات بسرعة، لكن في التنفيذ بطيء جدا. ده ينفع اقول عليه مريض نفسي؟ لا اطلاقا. فلازم تاخد لبالك من الحتة دي، التفكير حاجة، المشاعر حاجة، التلقائية او الحركة او الانفعال حاجة تالتة خالص. طيب كان في التعليقات اتسألت برضو لو الشخص كانت في سمة الشجاعة وفي نفس الوقت في سمة الجبن. بصوا هو في الفراسة مفيش حاجة اسمها الجبن، في حاجة اسمها خوف من المواجهة، في حاجة اسمها خجل، هي دي الحاجات اللي ممكن تدل على الجبن. لكن الفكرة هنا ان في مثلا حاجة اسمها الجبهة اللي هي اللي مش عريضة، النوع ده من الناس اللي هو بيخاف من المواجهة او ثقته في نفسه قليلة شوية. النوع ده من الناس احنا اتفقنا ان ثقته مكتسبة، يعني فرضا ان الشخصية دي عندها ثقة في نفسها في النقطة الفلانية او في الحاجة الفلانية، وليكن مثلا الشخص ده شخصيته ضعيفة اصلا، لكن مثلا شخصيته قوية جدا في التمثيل، مثلا شغال ممثل بس وجهه طويل. الشجاعة هنا هتظهر في الحتة دي بس اللي هو التمثيل مثلا، الشجاعة هنا هتظهر في اي موقف هو ثقته في نفسه عالية، لكن المواقف العادية لا، هو ستيل بيخاف من المواجهة، فبالتالي الشجاعة بتاعته هنا مش هتظهر. ده طبعا لا يصنف مريض نفسي في الحالة دي. طيب بمناسبة بقى ايه جوني ديب وامبر هيرد، الحمد لله الصراحة جوني ديب فاز القضية كده تقريبا، فالحمد لله هنرجع هنبتدي نتفرج على افلام ليه كتير بصراحة، وبصراحة افلامه رهيبة. طيب بصوا بقى، فامبر هيرد هي في الاول كانت حرية، يعني الحرية دي كويسة ولا وحشة؟ وحشة، دي بتدور على راجل معاه فلوس، عايزة فلوس يعني من الاخر. طيب لكن هي من وجهة نظرها ان ده حقها، لان هي بتبقى شايفة نفسها جميلة ورهيبة، والراجل ده لا ما ينفعليش، ما مش من مستوايا، لكن ده هو ده اللي يكون من مستوايا. مش معنى من مستوايا يعني هي معاها فلوس فبتدور على الغني والفقير كمستوى اجتماعي، لا، انا جميلة جدا، انا احسن واحدة في الدنيا، فمينفعش اخد غير واحد غني جدا، تفكيرها كده يعني. اتجوزت هي واحد معاه فلوس، وهي من وجهة نظرها دلوقتي كحورية ان ده حقي. الشخصية بتاعتها اتغيرت، بقت اللي هو المربع مستطيل معين، الوجه ده حقاني جدا، بس الفكرة هنا وهي حرية كانت شايفة ان ده حقها، لما تحولت لشخصية حقانية بقي خلاص هي اللي كانت شايفاها حقها هو ستلم بتاعها دلوقتي، فهنا هتبتدي تدافع وتقاتل عشان الحق اللي من وجهة نظرها هو بتاعها، لكن هو اصلا مش بتاعها. واصل لكم الفكرة؟ طيب يا عم انا شفت امبر هيرد في الشخصية التانية اللي هي مربع مستطيل معين بس،
فبالتالي الشخص ده حقاني، مش هقدر استنتج انا بقى ان هي كانت في الاول حريه وبتاعي، يبقى كده انا هحلل غلط. مش هتحلل غلط لسبب، الوجه المربع مستطيل معين، وده اكتر الوجوه اللي موجوده على وجه الارض على فكره. في نقطه مهمه جدا في تحليل الشخصيه بتاعه، النوع ده من الناس بيسموه في عند الصينيين الوجه الملكي، اللي هو بتاع الملوك. يعني دايما كانت الملوك، حتى لو شفت افلام لورد اوف ذا رينج والجو، دايما تلاقوا الشخصيه كده اللي هو الملك، دايما تلاقي يا اما الوجه المربع، ولو كان الوجه بتاعه طويل تلاقي اللي هو المربع مستطيل معين. ده من صفات الوجه ده، لو عايز الشهره بيدور على الشهره، بيدور على الفلوس، والحاجات دي بنعرف نطلعها من سمات الوجه. الوجه ده تحديدا لو ما وصلش للشهرة وللنجاح والفلوس او ايا كان اللي بيفكر فيه بناء على سمات الوجه بتاعه، بيتحول للص. لص حرفيا، بس مش لص يعني نشال، لا، عايز يسرق الحاجات اللي هو كان عايز يوصل لها. احنا اتفقنا هو وجه حقاني جدا، وهو من وجهة نظره انا استاهل شهرة او استاهل فلوس او استاهل اي حاجة. لو ما خدش ده بيبقى من وجهة نظره ان هو كده اتضحك عليه، فبما انه حقاني جدا بيقاتل عشان ياخد الحاجة اللي هي اللي ليه، فبيتحول هنا للص. يعني انت لو شفت وجه زي كده وبصيت على الملامح اللي في وجهه، مثلا لقيته شخص مادي، العين بتاعته اللي هي الفلوس، عملنا فيديو قبل كده عن القصة دي، تقدر هنا تسأل هل الشخص ده ناجح ولا لا. من غير سؤال اكيد انت هتبقى عارف، يعني لان هو النوع ده من الوجوه لما عايز ينجح بيدور دايما على الشهرة يعني، وعشان كده سمي بالوجه الملكي الملك. لو الشخص ده غير ناجح يبقى وحش على طول. دور بقى هتلاقي الحواجب بتاعته مثلا اللي هي جلد الذات بتاع، هتلاقي في حاجات كتيرة في الوش تدل ساعتها ان الشخص ده مش كويس. وعشان كده احنا بنقول تحليل اطار الوجه 40% او 60% صحيح او يدل على الشخصية مظبوط. يعني حتى لو جبت اطار الوجه مظبوط، الحاجات اللي انت هتقولها في التحليل بتاعه صحيحة 100% لو جبت الاطار صح، لان احنا اتفقنا ان الوجوه بتكون مختلطة ساعات. لكن الفكرة ان ممكن ما تقدرش تحكم على الشخص ده انه كويس او وحش. يعني مثلا الوجه المربع، الوجه المربع بيتحمل المسؤولية وشخصية تحليلية جدا. لو انت دلوقتي بتتفرج عليا وجهك مدور او وجهك بيضاوي، اي وجه مربع في الدنيا هيبقى من وجهة نظرك ده ما عندوش عواطف، ده مش رومانسي، ده ما بيعرفش يتعامل مع البنات، هيبقى وجهة نظرك كده. هل معنى كده ان هو وحش؟ لا. طيب لو وجه مربع مستطيل معين ما بيدورش على النجاح، خلاص الشخص ده مش هيبقى وحش. انا بتكلم امتى يبقى وحش؟ لما يكون بيدور على النجاح. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. وانا على فكرة التعليق ده رديت عليه، يعني انا حتى كاتب هنا في ثواني كده، يعني انا كاتب اهو، كتبت اجابة طويلة عريضة واتمسحت في الاخر. فعلا قعدت اكتب، كتبت فعلا كلام كتير، اللي هو كل اللي انا قلته في الفيديو ده تقريبا او معظمه كتبته. وبعد ما كتبت بدوس سند يبعت، لقيت لك البتاع قاعد يعمل لي تحميل كده، وما فقلت خلاص بقى ايه، يلا هي جد بجميل اعملها فيديو وخلاص. يلا مش عايز اطول عليكم. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش انت تعمل لايك، وما تنساش ان انت تشير الفيديو. بس هتشيره لمين؟ يعني الفيديو ده معمول للناس بتوع الفرصه تحديدا، هشيره لاي حد بيحب الفرصه. بس ما تنساش انت تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. وبس خلاص، سلام.